حبيبي. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه ده يا حبيبي؟ انت اول مره تقولي كده. ده انت كنت ما بتصدق اجي. لا 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 خلاص خلاص، الكلام ده ما عادش ينفع بعد كده. انت ما تجيش هنا لما اقولك. مالك النهارده يا حبيبي متغير ليه كده؟ لا متغير ولا متنيل، عندي مشاكل وكوارث قلب الشغل، دماغي مش رايقالك. اتفضلي مع السلامه. يا ساتر، ليه بس؟ في ايه اللي حصل؟ اقول لها ايه؟ تقول لي ايه؟ بقول لك عندي مشاكل في الشغل والدنيا مطربعه على دماغي، مش فاضيلك، مش فاضي الدلع الفارغ بتاعك ده. طيب وموضوع الشقه؟ شقه ايه دلوقتي؟ انا بكلمك في ايه وانت بتكلميني في ايه؟ يلا مع السلامه، ما تجيش هنا لما قلت. يلا مع السلامه بقى. مع السلامه. اتفضلي. مع السلامه. يا المركب هتغرق والمصلحة هتضيع ولا ايه؟ منك لله يا سراج، منك لله، انت اللي حطيتنا في الورطة السودا دي. بقى كده يا برهان تعمل فيا انا كده؟ ماشي يا برهان، ده انت كل بلاويك عندي، لو عوزت تبيعني هفضحك في ريحك جلاجل واكشفك قدام الدنيا كلها على حقيقتك.